السلام عليكم. ده برنامج اندرويد اسمه جوجل ارتس اند كاتشر. ده مفيد جدا لو انت بتحب المتاحف، فيوريك الحاجات اللي موجوده، الرسومات، يعرفك ايه الحاجات اللي موجوده في المتاحف. لو انت موجود في متحف وعايز تعرف معلومات عن اي حاجه، تقدر ان انت تفتح التطبيق دوت وتشوفه. تعال نشوف تقييم التطبيق دوت، واخد 4.4 from 5. طبعا دي حاجة ممتازة جدا، تم تحميله 10 مليون مرة، فبرضو حاجة ممتازة، ففي ناس كتيرة بتشكر فيه. أنصحكم بتجربته لو انتم مهتمين بالفنون.